وإلا بعض الكبار الذي بلغ 60 أو 70 أو 80 وقد نشأ منذ صغره على بدعة من البدع، ثم لما بلغ 80 بين له بالأدلة الصحيحة الثابتة الواضحة وضوح الشمس أن هذا الأمر مخالف للسنة، لا يتزحزح عنه، لا يتزحزح عنه، إلا أن يكتب الله سبحانه وتعالى له شرح صدر لقبول السنة، وإلا لا يتزحزح، ينظر إلى حياته ويفكر في نشأته ويفكر في قرابته ويفكر في عشيرته وفي أمور كثيرة، وآخر ما يفكر فيه هذا الحديث الذي بلغه الآن عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحتاج الإنسان أن يروض نفسه على قبول الحق. ليس من الشرط أن أكون كل أعمالي منذ ولدت على السنة، فيروض نفسه على قبول الحق وعلى قبول الصواب على قبول الهدى. فإذا كانت السنة واضحة واستبانت الإنسان ليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. والله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة عن اتباع المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ فيروض الإنسان نفسه على الاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته. وإذا كان ابتلي بأعمال لا أصل لها وتبين له أنها لا أصل لها فليتركها تقربا إلى الله، ليتركها تقربا إلى الله وحرصا على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.